دابا كيفاش كنجيك الساعه كانت رايجه القضيه، كان بنادم شي تي خدام تيوقف تيهز تيحط غادي غادي دايره الحركه. دابا فاش ولا هذا المرض ما كايناش حركه، حركه عيانه بالنسبه للبنادم. تيجلس هنايا النهار تيجي بكري تيبقى جالس هنايا، ما تيتسفال حتى لديك الخمسه سته العشيه سبعه العشيه اللي تيخرج كوتشي. كمزود ديال الماء بالنسبه لكراب كوتشي، تنفرق الماء يوميا والناس خدامين، العاود خدام وتيشرب مزيان، واحد العاود خدام وتيشرب. وعما ذلك دابا الدراري كاع مساكن كاع هما الكوتشي كلهم ما بقاش خدامين، حتى الماء تا هو زاكي. كاينه شي 600 ولا 700 عائله تابعه لهذا القطاع، دابا تابعه واحد 600 ولا 700 عائله. دابا توقف هذا الشيء ما كاين حتى شي حاجه، بنادم حتى واحد ما لحقاش تيستافد منه، واحد خدام في الكراج تيبقى بالخيل تيستافد من الكوتشي، تيستافد السائق، تيستافد الحداد، تيستافد شحال من واحد، تيستافد بحال هذاك كورجيني، تيستافد شحال من واحد، تيستافد حقا شحال من عائله تابعه لهذا القطاع. دابا فاش توقف هذا الشيء ما كاين حتى شي حاجه. Nous avons remarqué d'une façon notable une augmentation du nombre de coliques qui vient à la spalle. Ces coliques sont très probablement dues à un changement, un changement brusque du régime alimentaire. Avant, lorsque les affaires marchaient, tout le monde se permettait d'acheter l'aliment qu'il faut pour ses animaux. Et maintenant, actuellement, avec la crise, il y a eu une diminution d'apport de l'alimentation appropriée. كاين اللي عنده الخيل ديالو وباعهم، كاين اللي اسميتو كرصتو بلا خيل، دابا كاين قال اللي ما عندوش دابا الخيل موقف كرصه بلا خيل، وكاين اللي باقي محافظ على الخيل ديالو. علاش دابا بنادم كاين اللي بالنسبه للخيل ديالو محافظ عليهم، علاش ما قدرش يفرط فيهم؟ لحقاش يمكن اللي يعاود يبيعهم ويمشي يعاود يشريوها، كي ما غاديش يلقى دوك الخيل، ما غاديش يلقى كيفاش غادي يدرسيهم، كيفاش غادي يعاود باش يخدم بهم وداك الشيء.